هنا وسط الكثبان الرملية بوادي سوف تتنافس السيارات الرباعية الدفع والدراجات على القيادة، وهي بمثابة رياضة شعبية في قلب الصحراء والتي يتمتع بها كل من زار المنطقة والسياح الأجانب على حد سواء. إذا المغامرات بسيارة رباعية الدفع مغامرة شيقة والناس الكل تحب تسييها، الشباب العائلات ويعملوا جو، والحمد لله مغامرة جديدة، وكي تكون مع ناس اللي يعرفوا المنطقة ويعرفوا شنو يديروا تكون مغامرة جوز بها الحمد لله. شوف أنا ماشي هذه هي المغامرة الأولى تاعي بسيارة رباعية الدفع، جربتهم ديجا في مناطق أخرى، ولكن في واد سوف مغامرة أخرى، مغامرة عندها طابع خاص جدا جدا. قيادة سيارات رباعية الدفع على الكثبان الرملية تعد واحدة من أكثر الأمور التي تتمتع بشعبية في وادي سوف، ووسيلة محببة لقضاء الوقت على الرغم من مخاطرها. تحس هكا ما على باليش أنا دوك متعة، شغل كي تعود بسيارة رباعية الدفع في وسط الصحراء، شغل جات سكي في نص البحر، حاجة خلاف، خلاص روعة. من الشرق نجي على جال هالهنا، على جال باش نركب في رباعية الدفع وندخل لغمق الصحراء هذه، شو حاجة فورميدابل، حاجة متعة خلاص. المناطق هذه اللي راكم تشوفوا فيها ما قدروش نوصلها بسيارات خلاف. أنا جيت من باتنا لواد سوف بالسيارة كتكت اللي تتميز بالخصائص في الأرضيات والطرق الوعرة، هي اللي تعاون شوية تسهل في المهمة عليها. جينا بالكتكات، جينا من قسنطينة باش نستمتعوا بالجو تاع الصحراء، جينا في سيارة رباعية الدفع كتكات، كانت يعني جو جميل ورحلة رائعة، مغامرة جميلة بزاف. وتعتبر سيارات رباعية الدفع الوسيلة الوحيدة التي تغامر بها وسط هذه الكثبان الرملية، وممارسة هذه الهواية فهي أصبحت بديلاً عن ركوب الجمال في الصحراء.